طيب طيب اخوي الله سلام. الله يجزاك خير، ليش ما انت لابس كمامتك؟ والله اني لابسها بس كنت المطعم. طيب انا تعرف الواحد شبعان. طيب الله يجزاك خير، انا اكلمك عن المكان هذا، مكان تجمع ناس، فمن المفترض انك لبست كمامتك. السلام عليكم. مساك الله بالخير اخوي. اخوي ليش ما انت لابس الكمام بالشكل الصحيح؟ كذا ايه انكت منها شوي بس ما انا داخل. طيب المفروض انك يعني كمامتك انت وانا اخوك هنا يعني بين تجمع ناس صادق، بس والله اني اعطني هويتك. انا قمت بس كمامتي والله انا داخل. كيف؟ اكلم الجوال وانت داخل. طيب انت هنا وانا اخوك مخالف مخالف للنظام. طيب عطني هويتك كرما، انت ما لبست كمامتك بالشكل الصحيح وطبعا يعني بين زحمه الناس فتعتبر مخالف. انت شم هوي شوي. طيب انت بين ناس وفي مجمع المفروض انك لابس كمامتك بالشكل الصحيح. لو سمحت تعال لو سمحت. مرحبا اخوي. ليه ما انت لابس الكمام بالشكل الصحيح؟ كيف انت اللي معك كيف اقول انك تعمل قاعد انت بين ناس هنا وبين زحمه المفروض انك لابس الكمامه بالشكل الصحيح. طيب اعطني هويتك. طيب الله يجزاك بس الله يجزاك خير، هذا ما هذا 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 ما يمنع انك ما تلبسين الكمام. انت يعني تعرفين المكان هذا مكان تجمع ناس. صح صادق. خلاص اعطيني هويتك كرمة. خلاص اعطيني هويتك اختي الله يجزاك خير. طيب مخالفه فيها ولا كيف؟ صحيح انتم ما لبستوا كمام بشكل صحيح مخالفين. طيب اعطوني هوياتكم لو سمحت اخوي. انت يعني جاي بين زحمه الناس ولا ارتديت الكمام؟ والله اني نسيتها بالسياره. اخوي ليش ما انت لابس كمامتك؟ والله اني بشكل صحيح. كيف؟ والله العظيم اني نسيت. عدم لبس الكمام. ما لبست الكمام بالشكل الصحيح. لا بس نسيت. كيف؟ عشان كنا في السياره بس نازله. اي بس انتم ما لبست الاخت الكمام بالشكل الصحيح، وهذا يعتبر مخالف. مخالف للنظام. معلش. ما ادري احنا كنا نازلين.